طلاب اليوم بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب اليوم نكمل موضوع البايبينج سيستم. المحاضرة السابقة حكينا على البايبينج وحكينا أنواعها وحكينا في كل ما يتعلق بالبايبينج سيستم، أنواعها كلوز سيستم أوبن سيستم، يعني الريفيرس الدايركت، هاي كلها حكيناها الأسبوع الماضي. واليوم إن شاء الله راح أرفع لكم الملف البي دي إف فيما يخص كل الأنابيب. بقى عندنا نكمل اليوم، نحل فد مثال، والمثال الثاني أعطيكم إياه بصورة سريعة، يعني الحل مالته، بس يعني طريقة الحل مالته شلون راح تكون. فيما لمود ننهي موضوع البايبنج ديزاين، والأسبوع القادم إذا بقى لنا وقت نبلش بالمحاضرة يعني الجديدة الأسبوع اللي يجي. بالبداية البايبنج ديزاين أو البايبنج سيستم ينقسم إلى عندي قسمين. القسم الأول أسميه closed circuit. closed circuit. الكلوز سيركت من اسمه هو الماء يكون داخل دورة مغلقة. الماء بالكلوز سيستم يكون داخل دورة مغلقة، أي معرض أو غير معرض للضغط الجوي ومعرض إلى ضغط المضخة. يعني أنا عندي المنظومة تتكون من التشيلر والإير هاندلينج يونت. طبعا التشيلر هو مرتبط بمنظومة أخرى اللي هي خلي تكون مثلا الكومبرسر والكوندنسر والإيفابوريتر، هنا بالتشيلر يصير تبادل. فالتشيلر هو يعني جزء من منظومة أخرى. أنا اللي يهمني دورة الماء داخل التشيلر، يعني راح يجي الماء داخل هذا التشيلر، راح يبرد بدرجة حرارة معينة وينسحب بواسطة المضخة يروح وين؟ للاير هاند يونت. مثل ما حكينا ذاك الأسبوع إنه الاير هاند يونت هي دافعات الهواء اللي أو أما اير هاند يونت أما الفان كويل. المهم هذا الباراميتر أو هذا الجزء هو اللي راح يصير كونتاكت مباشر مع هواء الغرفة. يعني مثلا عندي الاير هاند يونت دي توزع الى فد بنايه ضخمه جدا، فهاي الاير هاند يونت يركب عليها منظومه الدكتات، ومن عن طريق منظومه الدكتات نوزع الهواء البارد الى بقيه اجزاء الغرفه والى بقيه البنايه. لذلك فالماء اللي دا يجي من التشيلر، طبعا شلون دا يبرد الماء بالتشيلر؟ دا يبرد عن طريق منظومه انضغاطيه، يعني عندي كومبرسر، عندي كوندنسر، عندي الايفابوريتر، هنا راح يصير كونتاكت مع الماء اللي يبرد، بعدين والاكسبانشن، يعني عندي دوره كامله، ولكن الايفابوريتر راح يصير هنا كونتاكت مع الماء، فراح يبرد الماء، هذا الماء البارد يضخ، يعني راح يصير يعني الدوره مو يعني يعني ماكو كونتاكت مباشر بين الفريون والماء، لا، الفريون داخل انابيب الايفابوريتر، الانابيب راح تكون بارده، الماء التشيلر راح يمر على هاي الانابيب بارده، راح يبرد الماء، ينضخ، شوف كولد، راح ينضخ وين؟ عن طريق مضخة، هاي المضخة من تضخ الماء، تضخ إلى الاير هاند يونت، الفان كويل، المهم اليونت اللي راح تكون هي المعرضة إلى اللود الداخلي. فمن يجي الماء هنا بهذه المنظومة راح يصير تبادل حراري مع الحيز الموجود، وبالتالي راح يصير عندي يصير الحرارة من الاير هاند يونت إلى الهواء، وبالتالي الماء راح الحرارة للبناية ويطلع بها الحرارة. عفوا درجة حرارة أعلى، لأن هو راح يكتسب الماء الموجود بالحيز، فيطلع به هوت ويرجع مرة ثانية وين؟ للتشيلر، وهكذا ياخذ برودة مرة أخرى، يعني يفقد حرارته هنا بالتشيلر ويرجع ينضف. هذا اللوب الموجود نسميه لكلوزد سيركت. closed circuit يعني يكون تحت ضغط المضخة. احنا شغلنا بالبايبنج ديزاين راح نصمم هذه الانابيب اللي هي تكون يعني باقطار مختلفة. يعني هنا الكلوز سيركت احتمال يكون مثلا هنا الديزاين الاول الاير هاند يونت، اكو اير هاند يونت ثاني، اكو اير هاند يونت ثالث، رابع، خامس، فكل وحدة يختلف الديزاين الدايميتر من هذا الى هذا، من هذا الى هذا، ويرجع مرة ثانية وين؟ ينسحب بخط راجع مرة ثانية إلى التشيلر. هاي السبلاي والريتيرن احنا حكيناها ذاك الأسبوع، من تكون دايركت تكون ريفيرس،
وين استخداماتها، شنو فوائدها، كلها حكينا الأسبوع الماضي. عندي النوع الآخر اللي هو أسميه الأوبن سيركت. من اسمه الأوبن سيركت يعني عندي منظومة الأنابيب بالأوبن سيركت. الأوبن سيركت يعني شنو شباب؟ اللي هو راح يكون معرض للضغط الجوي، يعني الماء ليس داخل فقط ما، لا هنا صحيح راح ينضخ داخل مضخة للكوندينسر، ينسحب أو يندفع بضغط مضخة، راح يندفع بضغط المضخة، ولكن من يوصل إلى الكولينج تاور راح يعني ينفث هنا، وبالتالي راح يكون معرض إلى الضغط الجوي. فهذا نسميه الأوبن سيستم. الأوبن سيستم تكون أقطارة تقريبا قطر واحد يكون لكل المنظومة. الأوبن المضخة هنا حتى نختارها حتى بهذا بالأوبن سيستم وبالكلاس سيستم، يعني البامب سيلكشن تعتمد على الخسائر اللي موجودة بالأنابيب. يعني ناخذ أطول مسار ونشوف الأطول مسار يعني شقد المضخة حتى نتغلب على الفريكشن لوس أو الخسائر الاحتكاك على أطول مسار. يعني المضخة يجب أن توصل إلى أطول مسار حتى نقول المضخة يكون ضغطها أو البرجر مالتها الدلتا بي مال أو البرجر مالتها يكون هالقد. فلذلك لازم نحسب الخسائر الموجودة بالأنابيب حتى نعرف نختار المضخة. هنا بالأوبن سيستم لازم نعرف الهايدروستاتيك ليفت اللي هو من أصغر نقطة إلى أعلى نقطة داخل المنظومة. بالمناسبة عندنا بعض الأشياء اللي احنا نقدر بس شوي أعيد الشرح على الأوبن سيستم. الأوبن سيستم بعض المنظومات نحتاج عندنا كوندينسر مبرد بالهواء، عندنا كوندينسر مبرد بالماء. الأوبن سيستم أو الكولينج تاور نحتاجها عندما يكون الكوندينسر مبرد بالماء. ايش نسوي؟ ناخذ الماء هذا الكوندينسر هنا حتى نزيد كفاءة الدورة والسي او بي للدورة، فلازم نبرد الكوندينسر بأكبر قدر ممكن. فايش نسوي هنا؟ نبرد الكوندينسر اللي موجود عن طريق الماء، نسحب الماء، نبدي مثلا من الماء الراجع. هنا نزل الكوندينسر بواسطة نوزلات، نزل الماء البارد وين؟ على هذا الكوندينسر، برد الكوندينسر، فالماء اللي صار انتقال حرارة بين الماء النازل والأنابيب الكوندينسر، فالماء هنا اللي يتجمع راح يكون بدرجة حرارة عالية نسبيا، فيطلع وين؟ يطلع ينسحب مرة ثانية أو يدفع بواسطة ضغط المضخة، يروح وين؟ يروح للكولينج تاور إلى مرشات. هاي المرشات تنزل على باكي أو على شكل حلفة، شو نسميها مثل الحلفة، تنزل عليه ويصير هنا دفع هواء من هنا، دفع هواء بواسطة الدافعات الهواء، راح يصير كونتاكت بين الهواء وبين الماء اللي موجود هنا، وبالتالي راح تقل درجة الحرارة وتبرد درجة الحرارة، يعني تقل درجة الحرارة، فيطلع لنا ماء بارد هنا نسبيا، ويرجع مرة ثانية ينضخ وين؟ للكوندينسر، وهكذا تستمر الدورة. هذا نسميه الأوبن سيركت. ليش؟ لأن معرض إلى الضغط الجوي مفتوح. البايبنج ديزاين احنا راح هنا ايش نسوي؟ نصمم هذه الانابيب. هذه تكون دائما بقطر واحد، هاي تكون مختلفه الاقطار. هنا اكو هيدروستاتيك ليفت، هنا ماكو هيدروستاتيك ليفت، لان كلوز سيستم. احنا اضافه الى هذا شباب لازم اكو انه الفيتنجز، يعني هنا الانابيب، يعني هنا مثلا اجى منا هنا الانحناء مالته، مو الانبوب هو يعني شلون نقول احنا نحنيه بإيدينا، لا أكو فيتينجز بالموضوع. أكو هنا نسميه الإلبو، هنا نسميه الإلبو. أكو عندنا تي هنا إلبو، هنا إلبو، إلبو. فذن الإلبو يسوون خسائر أكثر من الخسائر يعني من الخسائر العادية. فخسائر الإلبو تكون أكبر من الخسائر الأنابيب. أو كذلك من عندي مثلا جيت فالف، عندي فالفز دائما قبل وبعد كل جهاز، عندي جيت فالفز، عندي سترينر، عندي اي شيء، اي عائق يعيق، انا احكي عن منظومتين، اي عائق يعيق مرور الماء هذا الى فريكشن لوس لازم نحسبه، اما عن طريق التشارتس او عن طريق الجداول. فهنا عندي حتى الاير هاند يونت، حتى الكوندينسر، حتى هسه عندي الاير هاند يونت ايضا هو عباره عن عائق
يمر به الماء من يمر بداخل كويل، هذا الكويل هو عبارة عن عائق. هذا الدلتا بي أو نسميه أو الفريكشن لوس أو هذا العائق بالنسبة مثلا للإير هاند جونت للكوندنسر للفان كويل للأجهزة المصنعة، هاي ينطينا إياها المصنع. يعني مثلا يقول لي الإير هاند جونت الدلتا بي مالته مثلا هل قد كيلو باسكال، فأنا ما يحتاج أحسب الأنابيب ده، هم حاسبيها. فقبل أقول هذا الفريكشن لوس بي هل قد، أو هبوط الضغط بي هل قد، هذا بيها فكلين راح اجمعهن كلين بالانابيب حتى اصمم. لازم احتاج الطول المكافئ، طول المكافئ مثلا هذا التي يعني الماء من يمر خلال الالبو مثلا، فالماء من يمر خلال الالبو ايش قد خسائر راح تكون؟ هل هو مثل ما يمر خلال الستريت بايب يعني خلال انبوب عادي؟ لا طبعا لا. ليش؟ يعني هنا بالاستداره مالته او بالانحناء او بالالبو راح يفقد الكثير من الـ يعني راح يصير احتكاك عالي ويفقد الكثير من سرعته ومن الفلو مالته، وبالتالي راح تكون الخسائر مالته اكبر. لذلك احنا الطول المكافئ هو شنو؟ يعني مثلا هذا الالبو طلعت الخسائر مالته مثلا كذا كيلو باسكال، خلينا نقول مثلا 10 كيلو باسكال على سبيل المثال. هاي العشرة ايش قد يكافئها طول؟ يعني هل هو يكافئ نحولها بحيث يطلع لنا طول المكافئ؟ يعني هاي العشرة كيلو باسكال اللي انفقدت فقط بالإلبو هي تمثل لي مثلا واحد متر طول، يعني كل واحد متر طول يفقد عشرة كيلو باسكال لهاي السرعة، فبس فقط التي هو فقد لعشرة كيلو باسكال، إذا نقول طول المكافئ مالته هو مثلا واحد متر. أوكي، فهذا نسميه طول المكافئ. يعني إذا هذا الخسائر اللي فقدها الالبو او الجيت او او يعني او الفالز او الاي فيتنجز، نحسب الطول المكافئ لها كانما ايش قد تمثل طول، كانما اذا انبوب عدل ايش قد يعوض طول على مود نوصل لنفس الخسائر مالته، فهذا نسميه يعني خسائر الاحتكاك. هاي فيما يخص الكلوز سيركت والاوبن سيركت، نظرة عامة عليها احنا حكينا بيها، وهاي نظرة عامة وعليها حتى تعرف شنو معنى الاوبن والكلوز سيستم. عندي فد كلاسيفيكيشن اوف ووتر بايب اللي هو وان ثرو تايب، الماء لا يعود مرة ثانية. عندي ريسيركوليتد تايب يعني الماء يدور مرة اخرى، يعني الماء يعني وان واي، هاي تو واي يعني يروح ويرجع مرة ثانية يدور، هذا ما يدور. الديزاين بالاوبن سيستم بايبنج ديزاين قلنا بهذا النوع انه الهايدروستاتيك هيد، لازم نعرف الهايدروستاتيك هيد هو الضغط اللي يرفع الماء من اوطأ نقطه الى اعلى نقطه. هاي الهايدروستاتيك هيد اللي هو راح يكون وين؟ دائما بالاوبن سيستم اللي احنا لازم نعرفه بالديزاين. الفريكشن لوس مثل ما قلنا لازم نحسب الفريكشن لوس لكل الأنابيب، يعني مثلا للبايب لليونت، اليونت يقصد بها الاير هاند يونت، الفان كويل، الكوندنسر يعني الأجهزة، الفالفز اللي هو الجيت فالف سترينر، الجلوبال فالفز، أي فالفز اللي موجودة بالمنظومة، وكذلك الالبو. يعني لازم نحسب الفريكشن لوس. شلون نحسب هذني لليونت قلنا اليونت هو ينطينا يا جاهز من المصنع، البايب هسه نعرف شلون نحسبه من الشارتات، الفالفز اكو ايضا شارت واكو تيبلز انطيكم اياها ان شاء الله بالمحاضره. فعندي الفالفز وعندي الالبو والالبو كذلك، وكلهن ذني احسبهن من الجداول. كذلك حتى نعرف الهيد للبامب all losses should be calculated، يعني انا اريد اعرف البامبس بالاخير ورا ما حددت الفالفز الفريكشن لوس، حتى اعرف الهيد للبامبس على مود اقول هاي المنظومه تحتاج بامبس الهيد مالتها كذا، لازم احسب كل الخسائر. يعني شيء طبيعي احسب لازم كل الخسائر على مود اعرف شنو على مود اختار البامبس الصحيحه. بالكلوز سيستم ما نحتاج انه نحسب الهيدروستاتيك ليفت مثل ما قلنا، only friction loss and system is required. هاي فيما يخص النظرة عامة على الopen system والclose system وشنو المتطلب. نجي هسه عندنا مثلا فد يعني بالديزاين من عندي open system، مثلا قلنا هو شنو الopen system على سبيل المثال هو مثلا cooling tower اللي قبل شوي حكينا. الديزاين الأنابيب بالأوبن سيستم يعني نحتاج بعض المعلومات يجب أن تكون متوفرة.
اما اذا انت تريد تسوي في الديزاين للكولينج تاور للانابيب لازم تعرف بعض المعلومات، اذا ما متوفره انت كمهندس تروح تحسبها زين، او مثلا من الديزاين للكولينج تاور راح يقول لك ايش قد بعض الباراميترز اللي هسه راح نجي نحكي بيها. فلازم نعرف بعض الاشياء اللي هي اول شيء الفلوريت ايش قد نحتاج، يعني المعدل تدفق للماء اللي 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 راح يدور داخل الكولينج تاور، يعني المضخه ايش قد راح تدفع، يعني قد متر مكعب بير سكند لتر بير سكند. المهم الفلوريت نحتاج اول شيء، ونحتاج التوتال لينث اوف بايبنج يعني ايش قد الانابيب، طول الانابيب ايش قد اللي راح نحتاج. ان تعرف انت الكولينج تاور دائما يكون على السطح ويكون في اعلى البنايه، فراح نعرف ايش قد نحتاج التوتال لينث للبايبنج، ايش قد نحتاج اطوال الانابيب، وكذلك البريشر دروب الدلتا بي للمن للكوندي، هذا يقصد به يعني ايش قد خسائر بالكوندنسر يونت او بال، طبعا اذا كولينج تاور احنا كوندنسر، مرات اذا كلوز سيستم طبعا اير هاندلنج يونت فان كويل، فهذا نسميه اليونت، هذا نسميه اليونت يعني الجهاز، كان يكون كوندنسر ايفابوريتر اير هاندلنج يونت، يعني الجهاز اللي راح يمر به الماء، هذا هم حاسبين الخسائر مالته، هذا دائما تعطى من المصنع. يعني انت اذا كمصمم هاي شوف مثلا كل كوندنسر يقول لك الدلتا بي مالته هالقد، معناها شنو؟ معناها الهواء اللي راح يمر عبر هذا الكوندنسر راح يفقد ضغط هالقد. مثلا عندي فلتر، شلون الفلتر من يصير مجرى الهواء راح يصير ب دلتا بي، ايش قد راح ينطي فرق بالضغوط، وهي تعتبر هذه خسائر ومن العوائق اللي لازم ناخذها بنظر الاعتبار بتصميم الاير هاندلنج. هاي بموضوع الدكتات. هنا ايضا الهايدروستاتيك ليفت، ايضا مثل ما قلنا المسافه من اوطى الى اعلى نقطه، هاي دائما بس نستخدمها بالاوبن سيستم. وعندي الفيتنجز، الفيتنجز هي تتضمن الفالفز الالبو وبقيه الاشياء، يعني الجلوبال فالفز السترينر غيرها، فهاي كلها الفيتنجز. لكل فيتنجز اول شيء راح نحدد الفيتنجز شنو هو، يعني راح نحدد هل هو التي، هل هو يعني الالبو، يعني جلوبال فالف، جيت فالف، كل نوع من هاي الانواع راح اكو في التيبلز موجوده. التيبلز هاي تحتاج من عندك بعض المعلومات، هي القطر الانبوب اللي راح ينربط عليه هاي الفيتنجز او الالبو، نوع الأنبوب هل هو كاست آيرون، هل هو كوبر، هل هو رفنس عالي، ميديوم رفنس، بعض المعلومات يعني يحتاج منك هذا الجدول، وعلى أساس من القطر تقدر تحسب الدلتا بي أو الفريكشن لوس لكل فيتينجز موجودة، وبعدين تطلع طول المكافة لكل فيتينجز على مود نجمعها كلها ونطلع الفريكشن لوس للأنابيب، وبالتالي راح نحسب نختار المضخة بعد ما صممنا أقطار الأنابيب. وأيضا types of pipes يعني نوع الأنابيب، هل هي كوبر، هل هي آيرون، هل هي حديد، يعني نوع الأنابيب على مود على أساسه راح نختار الجداول أو الشارتات اللي راح نشتغل عليها. عندي مثال على الأوبن سيستم اللي هو ده يقول لي سايز، يعني انطي أحجام الأنابيب أو صمم لي أقطار الأنابيب لمنظومة للكولينج تاور موجودة بالشكل هسه نشوفها. عندي بعض المعلومات عليها هي كالآتي، عندي total length of piping هو 25.5 متر، الwater flow rate هو 2 لتر per second، والpressure drop across the condenser 5 لتر per second. يعني هنا كل ما يمشي الماء 5 لتر هو ده يفقد ايش قد 79 كيلو باسكال. يعني هنا عندي total length of piping ممكن نحتاجه هنا فوق، يعني هسه هنا هذا السؤال، هاي المعلومات اللي نحتاجها اوكي، يعطيني اياها بالسؤال المفروض، فيقول لي total length of piping او يعطيني معلومات اجد بها هاي الاشياء. فالtotal length of piping يعني اطوال الانابيب هي 25.5 متر، الووتر فلو ريت معطيني 2 لتر بير سكند، والبريشر دروب الدلتا بي يعني الخسائر بالكوندنسر اليونت اللي هي عند فلو 5 لتر بير سكند هو ايش قد عندي 79 كيلو باسكال.
الهيدروستاتيك ليفت ينطيني اياه اللي قلنا من اوطى الى اعلى اللي هو نسميه 1.5 متر الهيدروستاتيك ليفت. عندي 6 ستاندرد 90 درجه البو، اكو البو ب 45 درجه يعني هيك جاي الالبو، اكو البو ب 45 درجه، اكو البو ب 90 درجه، اكو البو مثلا ب 60 وهكذا. هنا هاي ال 90 وال 60 هاي راح تلقاها بالجدول، فانت على يا البو مختار يعني يا البو مختار يا زاويه يا نوع، هنا تفاصيله ينطيك ايش قد عدد الالبو 6 ستاندرد. طبعا منطيني 2 جيت فولف، جيت فولفز 2، وعندي 1 ستاندرد تي، التي اللي هو ثرو سايد والستريت، عندي نوعين للتي، الثرو سايد اللي هو الماء يبدل باتجاه 90 و الستريت يعني يمشي ما بشكل افقي ما يبدل اتجاه. فذني عندي وعندي 2 تي يعني ثرو سايد وعندي ستريت ثرو. فهاي المعلومات انطاني اياها موجوده على الكولينج تاور. نجي هسه للشكل، شكل الجهاز هسه بس دقيقة. نجي هسه هنا أنا عندي هذا الرسم اللي هو الأنابيب اللي أحتاج أصممها. أنا شوية الألبو شوية هذا التي، شوف هنا عندي ألبو 1 2 3 4 5 6، هاي الأنابيب، هذا الهيدروستاتيك ليفت اللي هو 1.5 من هنا إلى هنا، عندي 2 جلوبال فولز أو الجيت فولز، هاي البامب، هذا الكولينج تاور، هنا هذا الكوندينسر اليونتس، هنا الماء يسحب منه وين يروح إلى الكولينج تاور ويرجع مرة ثانية. فهاي عندي المنظومة اللي أريد أصمم الأنابيب إلها. أول خطوة بتصميم الأنابيب شباب، أول شيء نروح عندي فد الفيلوسيتي بالأوبن سيستم يعني تكون تقريبا من 1.3 ل 2.6، تختار الفيلوسيتي التصميمية. فاحنا هنا بهذا اختارينا 2 متر بير سكند السرعة، هنا الفيلوسيتي هي 2 متر بير سكند. فاحنا السرعة التصميمية للكولينج تاور هي من 1.3 إلى 2.6، هاي موجودة بالجداول حسب نوع التطبيق. فاحنا هنا اختارينا 2 متر بير سكند السرعة. اوكي اذا يعني ما انطيتك اياها بالسؤال انت تقدر تفرضها، تقول افرضها 2 متر بير سكند السرعه. على هذا شباب التشارت موجود، هذا التشارت موجوده بالمحاضرات ان شاء الله راح تشوفوه محاضرات انطيكمها. التشارت هو عباره اللي راح نستخدمه بتصميم الانابيب، شلون نفس طريقه التشارت اللي استخدمناه بتصميم الدكتنج راح نستخدم اكو تشارت للانابيب. اول شيء نختار الانابيب، نختار الشارت بالاعتماد على نوع الأنبوب، هل هو كوبر كاست ايرون، فعلى أساسه حددت انت نوع الأنبوب. من حددت نوع الأنبوب اختاريت الشارت، نجي على الشارت هو البي الفلوريت بالفيلوسيتي بهالشكل هذا، بالدايميتر هاي الخطوط المائلة هيك، وبالفريكشن لوس او الدلتا بي اللي موجودة هنا. بالبداية عندي هنا حد تصميمي للدلتا بي اللي هو يكون لازم ناخذها بين الاقل من 300، لازم تكون الدلتا بي وما تزيد يعني اقل من 300 و 90 او 92 تبدي. فعندي فتحة تصميمي لازم ما اتجاوز، يعني عندي هاي المنطقة التصميمية هنا لازم ما اتجاوز، يعني اذا طلع خارج هاي المنطقة التصميمية خارج الحدود الليمتد خارج حد التصميم، هذا يعني يعتبر التصميم فاشل. لذلك بعض الاحيان شو اسوي، الون الشارت اخليه مثلا فد لون معين هيك، هذا الهايلايت اللونه على مود النقاط لازم تطلع داخل هذه المنطقه. بالانابيب اول شيء من الشارت ديبيندينج اون ذا بايب تايب ايرون بايبنج، هذا الشارت يخص البايبنج، اول شيء نحدد الفلوريت اللي عندي هي 2 لتر بير سكند، حددتها من هنا امشي خط افقي لها على التعيين. النقطة الثانية اللي عندي الفيلوسيتي اللي فرضتها، فأجي شو أقول؟ أقول الفيلوسيتي اللي هي 2 متر بير سكند، أدور على 2 متر بير سكند هاي، فأجي من الاتجاهات قاطعتها هنا 2 متر بير سكند. من نقطة التقاطع بين ذني الاثنين طلع عندي البايبنج سيستم، طلع عندي
لا يعني شو نقول احنا محير، لا هو 40 ولا هو 30، طلع بين ال40 وال30. فهنا شو اسوي شباب؟ اذا يطلع عندي بين ال40 وبين ال30، احنا هنا عندنا الانابيب جاهزه، مو مثل الدكتات هم يصنعوها، لا اكو انابيب 30 40 50 60 70 خلص ما عندي غيرهن. فانت ما يصير تقول لا صنعوا لي 30 32 اريد، ماكو هيك شيء. انابيب ستاندر جاهزه، انت تختار مو الاقرب وانما الـ 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 الانبوب اللي يكون ناجح بالتصميم. طبعا انت تاخذ النظر لاعتبار الكوست ايضا، ولكن تاخذ الانبوب اللي ناجح تصميميا. فهنا احنا طلع لي بين ال 30 وال 40، اذا اخذ ال 30، شوف ليش قلت لك ناجح تصميم، اذا اخذ ال 30 راح شو يكون خارج حدود التصميم، يعني اكثر من 300 اللوسز مالته، فيكون خارج حدود التصميم. ولكن وين اروح هسه؟ اروح اذا اروح وين؟ اروح الى ال 40، انا اعطيكم تفاصيل هنا. فاروح الى 40 اقول هاي ال 40 هي تعتبر الحدود التصميميه، ضمن الحدود التصميميه، لذلك نختار البعد هو 40 ملم. والدلتا بي مالته، العفو، من نزلت انزل الدلتا بي مالته، انزل عموديا، راح القى الدلتا بي مالته ايش قد؟ 181 كيلو باسكال لكل 100 متر. طبعا هاي 181 لكل 100 متر، يعني كل 100 متر من هذا الانبوب ال 4 ملم بفلو هالقد بسرعه هالقد يفقد لي 181 لكل 100 متر. بعدين راح نضربه بالطول الكلي او طول المكافئ الكلي. فطلع لي هذا الدلتا بي، هسه اول نقطه طلع لي هذا الدلتا بي، اروح شو اسوي؟ اقول اسوي تيبلز، اللي هسه هذا واضح الشارت، الشارت راح هذني راح تلقوهن بالمحاضرات شارتات. اسوي هذا التيبلز شباب، هذا التيبلز اخلي بيه بعض المعلومات على مود شنو شنو عندي ستريت بايب، عندي ستاندرد البو، ايش قد عندي؟ ستة ستريت بايب، عندي 25. بعدين اطلع طول المكافئ مالته، هو هذا طول المكافئ، يعني هذا هو ستريت بايب، يعني ما بي البو ما بي شو اسمه، فالطول هو نفسه. اروح وين؟ للستاندرد البو. الالبو شباب الفريكشن لوس هو 1.22، هاي منين جبتها ال 1.22؟ هاي جبتها من الجداول. اروح للجداول، أم أيضا موجودة بالمحاضرات، هنا أروح للجداول اللي موجودة بالمحاضرات، راح ألقى هنا 1.22 عند قطر 40. ليش؟ لأن أنا صممت الأنابيب عد ال 40، فراح ألقى هنا 40. طبعا أول شيء أختار الجدول، أقول فاست أيرون للجدول هذا للإلبو، راح أنزل أقول الإلبو وين؟ 90، ستاندرد إلبو 90، راح ألقاه مثلا هنا، وهنا الأقطار، فأقول مثلا قطر 40 قاطعه مع الستاندرد البو، راح القى شنو هو؟ لفريكشن لوس. الفريكشن لوس راح القاه ايش قد هو؟ 1.22. هذا للالبو الواحد. عندي عددهن سته، اضرب السته في 1.22 تطلع 7.32 متر. هذا طول المكافئ لسته من الالبو. هذا يعني هذه الخسائر لسته من الالبو تعادل 7 امتار اذا كان انبوب عدل. يعني اذا اجيب انبوب عدل لازم يوازي الخسارة اللي فقدها نتيجة الالبو، راح القاها 7 متر. نفس الشيء بالنسبة للجيت والستاندرد، كلها هاي تلقوها بالجداول عند قطر 40. طبعا الجدول نختاره بالاعتماد على نوع البايب، وعند قطر 40 اللي وجدناه من الشارت او اللي اختاريناه راح القى ذني كلهن، راح اطلع اضربهن في العدد يطلع لي طول المكافئ. الهايدروستاتيك ليفت مجرد نزله هو نفسه، فاجمع هذا طول المكافئ كله، فهاي طلع ال 38.99، يعني نقول 39، هذا طلع طول المكافئ للمنظومه كلها اللي قطرها ايش قد؟ 40 ملم. فحتى اختار البامب، حتى اختار البامب اقول هذا طول المكافئ، انا عندي الانبوب الواحد 181 لكل 100 متر، 181 تقسيم 100 في الطول المكافئ الكلي راح تطلع 71 كيلو باسكال. اذا نحتاج مضخه ب 71 ما تقل عن 79 كيلو باسكال. ها العفو، هذا طول المكافئ. بعدين اجي اضيف له اليونت للكوندنسر، يعني هذا الخساره بالكوندنسر، لان انا اريد احسب الكليه
فأضيف هاي 79 زائد 71 تطلع لي 153. إذن هاي المضخة اللي نختارها يجب أن يكون الستاتيك بريشر مالتها هو 153 كيلو باسكال حتى توصل لي إلى أبعد نقطة للماء. بس ملاحظة شباب أخيرة قبل ما يقطع النت. عندي الخمسة عندي الكلوز سيستم، بس هنا عندي احنا كنا نحكي على الاوبن سيستم. الكلوز سيستم بنفس الطريقة اللي حكيتها، ولكن راح تختلف بعض الأشياء راح هنا يعني أشرحها هنا. بالكلوز سيستم هم نحتاج التوتال فوليوم، قلنا ماكو هيدروستاتيك. التوتال فوليوم لكل برانش هنا الكلوز سيستم راح يتفرع الانابيب. هناك شوف اخذنا 40 ملم وثبتنا عليه وبدينا جبنا الفالف وغيرها، لا هنا ال 40 ملم مثلا راح يجهز 40 ملم، ينطي فرع يصير مثلا 30 ملم. فكل العمليه اللي سويناها سابقا راح تتطبق على كل لوب موجود هنا، يعني كل لوب راح يطلع بدايمتر شكل. راح نحسب الطول المكافئ لكل المنظومه ونرجع نحسب البرجر ايضا من عندها. اوكي فهاي اللي نحتاجها نفس المطالب هنا. عندي هذا مثلا اكزامبل بس اقول لكم شلون تحلونه. طبعا هنا الفلو هو 3.75 to be circulated length of one، يعني اليونت والز موجوده بالشكل، والبرجر دروب 53 بايتش يونت. هسه اقول لكم هذا شنو، والانابيب طولها كامله، والسكجول منطيني نوع الانبوب اللي على اساسه نختار الشارتات والبالز. وين الدقيقه؟ هذا الشكل شباب، هذا اريدكم انتم تسووا له ديزاين. هذا الشكل، هذا شلون راح نحله شباب؟ عندي باع هنا الهيت اكسشينجر، او هنا عندي هذا الانابيب. انت تاخذ اول شيء اطول مسار، احنا راح ناخذ واحد واحد انبوب انبوب. فهنا الاطول مسار هذا زين، راح ناخذ مثلا هذا الاطول مسار، نجي نصمم هذا اول واحد اللي هو اي بي بي داش سي دي اي مثلا. فانت تجي على مقطع مقطع، ليش؟ لان الان للانبوب الداخل للبومب هو مو نفس الانبوب اللي خارج، فتحسب منا الى هنا زين. عندك كل المعلومات، عندك الفلو غيرها، فتحسب مقطع مقطع من هذني المقاطع تحسبهم زين. حتى الراجع بنفس الطريقه، السبلاي والريتيرن بنفس الطريقه راح تحسبهم، تفرض السرعه ايضا ايش قد او منطيك اياها بالسؤال. من عندها باوع 2 متر بير سكند، من الفلو ريت تروح للجدول، نجي مثلا نحسب اي بي سي دي، نروح للجدول من الفوليوم فلو ريت مع الفيلوسيتي.